السلام عليكم ورحمة الله أحبتي مشاهدي يو تي في. إذن ننطلق في برنامج خليجي 25. اليوم راح يكون ضيوفنا يعني كالمعتاد مثل ما تعودتوا عليهم في الحلقات الماضية والأيام الماضية، وأيضاً لكن اليوم ضيف استثنائي وجهنا له الدعوة ولبى الدعوة. شكراً جزيلاً إلى للسيد أياد بنيان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة. أهلاً وسهلاً بك أستاذ أياد. شرف حياك الله أستاذ داود في البرنامج. سعيد جدا بهذا البرنامج اللي انا تابعه طبعا. شكرا. وسعيد جدا انه مره اخرى اطل من خلال اليو تي في قناه مهنيه، خصوصا شكرا. حبيبنا وابننا داود رجل الله مهني الله يسلمك. شكرا. دائما لا يتسقط العتره ولا يتتبع الزله. الله يحفظك ان شاء الله. اهلا وسهلا بك. لذلك سعداء جدا بصراحه. اهلا وسهلا بك استاذ اياد، وشرفتنا اليوم طبعا بحضورك. مرحبا بالكابتن عماد محمد والكابتن سلام هاشم والكابتن فهد الشمري والكابتن ابراهيم سالم وايضا الكابتن اسماعيل عجمي. ضيوف اعزاء واهلا وسهلا بكم في برنامج خليجي 25. اليوم راح كلنا راح نساله، مو بس انا، الكل راح تساله. بس بنتدرج عليه في الضغط. اي اي بس كابتن سلام انت شوي مدافع راح تكون، بس مو بس شوي اسئلتك شوي صعبه. مو انت صعبه، هو انا اثنين اسئلتهم صعبه عندي بالبرنامج. سؤال عباد كابتن عباد واستاذ سلام. العرب تقول سلام. العرب تقول السؤال ذكر والجواب انثى. فانتوا راح طبعا انتوا اصحاب الاسئله، فراح ما ان شاء الله راح تتعملقون، وهذا طبعا تستحقوا هذا الشيء. شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا بك. طبعا اليوم مباراتين، منتخبنا العفو المنتخب القطري راح يواجه منتخبنا في الدور نصف النهائي، والمنتخب العماني راح يواجه المنتخب البحريني في المباراة الثانية. كانت هناك مباراتين اليوم، قطر واجهت الإمارات والبحرين واجهت الكويت. المباراتين انتهت بالتعادل الإيجابي. بهذا التعادل البحرين تأهلت كمتصدر للمجموعة. هذا هو طبعا هذه لقطات مباراة قطر والإمارات. الهدف الأول جاء عن طريق اللاعب ليما مهاجم المنتخب الإماراتي، ومن ثم عادلت قطر النتيجة عن طريق طبعا يوسف تميم العبد الله. تميم منصور ابن منصور مفتاح. ابن منصور مفتاح. نعم. ما شاء الله. يلا هاي في الآباء ترثوا الأبناء. صح. نعم زين. ومن شابه أباه فما ظلم. صحيح. زين، قبل يعني هاي اللقطات مباراة قطر والإمارات، المباراة الثانية طبعا جمعت بين البحرين والكويت. 18,000 مشجع كويتي دخلوا البصرة اليوم لتشجيع المنتخب الكويتي. احنا كلش فرحانين كنا، والكل هسه اي عراقي تساله يقول لك انا فرحان، والاخوه ايضا اشقائنا العرب ايضا تفاجئوا. حتى فهد تفاجئ اليوم بالملعب، راح اقول ليش، لان ترازلنا انا وياه بالمباراه. البحرين سجلوا عن طريق حميدان، افتتحوا التسجيل البحرين، ومن ثم شبيب الخالدي عادل النتيجة للكويت. هذا هو هدف التعادل للمنتخب الكويتي. فالبحرين راح تواجه عمان، كل توفيق للأشقاء البحرين وعمان، وكل توفيق لمنتخبنا والمنتخب القطري أيضا. بطولة حبية، بطولة أخوية. وأيضا اليوم قبل قليل لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي قررت بأن تكون المباراتين على ملعبين مختلفة، فهذا راح يسهل. العراق وقطر راح يكون على ملعب البصرة، وعمان والبحرين راح تكون على ملعب الميناء الأولمبي. هذا الشيء جيد يعني بالنسبة. كنا نتحدث مع السيد إياد بنيان، لان هو ايضا باللجنه العليا، بس باللجنه العليا بصراحه قرارات فنيه، هذا الاتحاد الخليجي مسؤول عنها. بس هي بيها ايجابيه، بيها ايجابيه لانه سيمتلئ الملعبان باذن الله طبعا. يعني ان شاء الله. فهذا ما حدث خلال الساعات الماضيه. فاليوم شوي نريد نسالك هواي اسئله عندنا. زين ان شاء الله اكون. احنا فنيا راح نبتعد، مو لو هم ناخذ رايك فني. شو تقول؟ انا لست فنيا، لكن ايش تحب تسالني انا؟ اليوم شلون شاهدت المباراه؟ أنا كنت في مباراة الكويت بصراحة. الكويت والبحرين. والبحرين. تدري احنا محايدين. ايه. وحياد إيجابي طبعًا، يعني زي. يعني نحايد مشاعرنا، نحاول جهد الإمكان. طيب. كلهم أخوتنا وكلهم أحبتنا. بل أستطيع أقول يعني احنا كمسؤولين وإداريين حتى من يلعب منتخبنا جهد الإمكان نحاول يعني حتى من. لا من بالك. حوست طالع لقطات أنت تحتفل. إي بس يعني قصدي أكيد منتخبك هو. لكن الكسب الأول والحسن الأكبر والأبهى هو أن
تنجح البطولة، يعني كسبنا نجاح البطولة. ولذلك شوف يعني يمكن قبل شوي نتحدث بدون ما أقول منه حتى ما نثير أشياء ما لها داعي، أحد إخواتنا الخليجيين يقول حتى لو تغلبون إحنا يعني سعداء، سعداء بكم، وإحنا بسعداء بهم. فالمباراة كانت ممتعة بصراحة، يعني أنا تقدر يعني مو من حقي أتحدث فنيا، لكن استمتعنا كثيرا بمباراة اللي كانت مباراة تكتيكية عالية، وكان أكو مهار الفريق الكويتي. إحنا كنا يعني إما نقابل الفريق الكويتي أو الفريق القطري، والفريقين منظمين بشكل يعني بصراحة يعني مو فرق سهلة. والحمد لله يعني بالنتيجة الحمد لله. إن شاء الله راح نقابلكم قطر، هو الأوروبي مال قطر، لكن ما حد يستهين بالفريق، لأنه بصراحة قطر يعني أكو عندهم يعني منذ الوقت ليس بالقصير يعني بنوا أجيال متعاقبة. إحنا أحيانا عندنا تصير أخطاء، عندنا يعني مثلا تبني جيل وتحرق وراك، يعني تصعد ويا جيل وما تدور ماكو. هم أكو عملية تدوير محترمة وباحترافية عالية، لذلك إن شاء الله يعني بإذن الله نكون يعني نقول المباراة القادمة نتمنى التوفيق للجميع. كل فريق يتمنى أن ويسعد أن يكون يصل للنهائي أو يحرز النهائي، لكن أرجع وأقول إحنا كسبنا الأكبر هو نجاح البطولة، وأنا تعفيني من القضية الفنية طبعا. لا لا خلاص هاي. كابتن عماد شلونك؟ الحمد لله زين خير الحمد لله. قبل يومين قلت حجي اياد صاحب فضل عليك على موضوع التزوير وموضوع مو علي صاحب فضل على العراق. العراق استغفر الله طبعا. شلون لا لا يعني انا واجهت صعوبات بحياتي هاي الاربع سنين من دربت منتخب الناشئين الى حد ما هذا اليوم، يعني وعمليات تسقيط وعمليات يعني كثيره، تعرف انت البلد شلون كان يعيش شلون كانت تعيش الفئات العمريه. لكن من تعمل وتلقي شخص مسؤول يساندك بهذا العمل اكيد راح تتشجع بعد اكثر، لانه انا قررت عن نفسي انه انا اعمل بدون مسانده، لكن بعدين لقيت الكابتن الحجي شلون نريد نسميه، لان هو كابتن وهم، فهو من استلم التطبيعيه كان مساند قوي لهذه العملية. وقبل لا يستلم التطبيعية هو أصلا كان عنده خلاف قوي على أنه قال لهم هاي النتائج اللي جاي تحصل، عن شايف لك 2012 أنه هاي النتائج هاي تشذبون على الناس، تشذبون على الشعب، تشذبون يعني بهاي الطريقة حجة أنه ترى اللي جاي يصير مو صحيح، لازم أن نفكر شلون نبني صح. فأنا لقيت أنه مساند قوي لي وطاني تشجيع بعد أكبر بعملية أنه الاستمرار. أنا كنت ما أريد أرجع حتى لو ما ألقى مساند، بس بالأخير رب العالمين دز لي مساند. الحمد لله. يعني هذا من حسنك أنه أنت اشتغلنا سوا. عادة يعني أكو بعض يعني للأسف أقول بعض المدربين اللي حصل على نتائج وهمية، هي صح. نتائج مو حقيقية، خداع للناس وخداع للنفس أيضا، أنه لأنه هي أصلا بالفئات العمرية أنت ما تدور نتائج، أنت تبني فريق. فأنا شفتك أنت كمدرب أيضا يعني كنت حريص جدا، ولاحظتك اكو كثير يشكلوا لك فارق ويمكن قد لا ينتبه اليهم احد، لكن مع ذلك كنت امين مع نفسك وامين مع وطنك وامين مع رياضتك ومع مهنيتك، لذلك بصراحه الحسن لك أيضا. الحمد لله. هسه هو شوف تكلم كلام يجوز الجمهور ما فهمه، بس انا تلقائيا لقفته وكتبته، تدوير الاجيال. انا اللي جاي اعمله اذا ما اكو تدوير من بعدي بالطريقه الصحيحه ما راح تستمر كرتنا، احنا لازم ان نفهم الناس. كتبت تدوير الاجيال كلمه قالها جوز الناس هسه كلها ما فهمها لو قبل لا يحكي. لا لا انا عندي بس هو حكاها. انا عندي انه لازم يصير من بعدي تدوير الاجيال بالطريقه الصحيحه اللي احنا عملنا بها، يعني من بعدي الاشبال والناشئين يعملون نفس الطريقه اللي احنا عملنا بها، انه يعملون بطريقه صحيحه، ومن بعدهم ايضا على مود تصير عندك اجيال متعاقبه بعد 7 سنين 8 سنين يصيرون عندك فد 200 لاعب للمنتخب الوطني كلهم مهيئين وبنفس الاعمار وبنفس يعني اعمارهم 20 23 24 25 بحيث راح تكسب منتخب 20 لاعب مميزين جدا جدا وهذول يتدورون. هاي النقطه مهمه هو حكاها. هاي نقطه جدا بس وانا اريد انه اتكلم بما انه هو يعني عنده منصب سياسي رياضي. انه اتمنى من الحجي انه يطلق فد مبادرة يم رئيس الوزراء أنه مشروع كرة القدم يجب أن يكون مشروع حكومي. يعني أنا
اي العفو يكملوا يعني يجب ان يكون مشروع حكومي يعني تطوير كرة القدم بالعراق على هذه الاوضاع اللي جاي نشوفها وعلى هذا الجمهور العراقي المحب لبلده يجب ان يكون مشروع كرة القدم مشروع حكومي يعني يجب ان تتوفر الاموال وبايادي امينه وينطلق مشروع حكومي لبناء اجيال جديده لكرة القدم العراقية. انا احب ابشرك يعني في اول لقاء لرئيس الاتحاد العراقي الاخ كابتن عدنان درجال كنت يعني ضمني انا والكابتن عدنان درجال والاخ خالد قبيان والدكتوره شهباء مع دوله رئيس الوزراء تحدث باسهاب الكابتن ابو حيدر عدنان درجال عن كرة القدم طبعا هو المعني بها فيمكن انتم تعرفون كل زين دوله الرئيس يعني الاستاذ الشيع السوداني هو رياضي يعني واحنا حتى قبل لما كانت مساله القوانين الاتحادات الاولمبيه اتذكر كلكم تتذكرون مداخلته بالبرلمان قبل ثلاثة او اربع سنوات على كانت مداخله رائعه على قانون الاتحاد الاولمبيه وكيف كان يشقق وكيف كان تماما تتذكروه معناه رجل مطلع وعنده فكره عن الانديه ومتابع وما اعرف يشجع من بس اكيد يشجع لفريق يعني فحتى من طرقها الاخ عدنان مساله كره القدم وتتبنى الحكومه قال نتبنى انا اركز على يعني ركزوا على الفئات العمريه وفي جميع الالعاب الرياضيه يعني في جميع الالعاب مو فقط في كره القدم واكو مشروع طرحه يعني الاخ عدنان طرحه على رئاسة الوزراء وحول اليه كان مشروع يتحدث عن دوري المحترفين وعن الفئات العمريه تحدث انطيت رايي بدور المحترفين انا عندي راي مختلف عن الجميع وطيت رايي بالفئات العمريه اكيد احنا داعمين للفئات العمريه لان اضافه لكوننا رياضيين وندرك هذا الشيء ايضا اكو تداوم اكو دعم حكومي تكون يعني غير يعني ما مأمن وضعك اكو دعم حكومي ودعم كبير لا اصدق من الدعم الحكومي اللي صار في بطوله الخليج هذا دليل على انه الرياضه اليوم لانه قبل يقولون الرياضه ما بها فلسفه يعني الدولة ما عندها فلسفة للرياضة انا اسف خاف اخذ اكل الجو لا لا عندنا اليوم كلهم راح يسالون كلهم راح يسالون كان اكو ظن هكذا لكن احنا عندنا المادة 36 تتحدث عن الدولة وكيف عن الرياضة اكيد الرياضة حق لكل فرد عراقي وعلى الدولة توفير مستلزماتها واحتياجاتها هذا بمعنى يعني انه الدولة معناها يستبطن انه ان تكون الرياضة تنتشر افقيا مجتمعيا الدولة ما معنية يعني لأن من أقول الدولة والحكومة أقصد أيضا وزارة الشباب فوزارة الشباب ما معنية برياضة الإنجاز لكن معنية بأن تمتد الرياضة أفقية مثل ما باقي الأجناس الإبداعية اللي متعلقة بالوزارة فلذلك أكو مشروع أرجع أقول لك مال قضية الفئات العمرية ومشروع ضخم وأكو برأي إيجابي وأعتقد إحنا راح يجينا الحديث على بطولة الخليج وكيف لازم نؤسس وشنو أثر بطولة الخليج علينا كأشخاص على الرياضة بشكل خاص وعلى الفرد العراقي بشكل عام إن شاء الله شكرا لك كابتن عمار كابتن سلام أهلا وسهلا بك جزيلا مرحبا بك حجي مرحبا كابتن أخونا وصديقنا أنت الأخوان إذا ما يعرفون سهل جدا يعني شيل تليفون عليه تلاقي بالشارع تحكي له معاناتك فمن يعني من قادة الرياضة المحترمين يعني أستاذ أياد منام يمكن متغفون في بغداد يعني تلقاه في المقاهي البسيطة الشعبية اللي يمكن احنا كلنا نرتاد يعني اذا نريد نلقاه نلقاكم في مقهى عراقي بالكرادة سوي لها دعاية بقهوة كتاب لا لا تروح تلقاه هناك قاعد وهسه عرفت معلومة منه زين كنت اتصور هو والعائلة والاهل كلهم شرطة طلع بهم جزء كبير زورائيين فهذه النعمة مع الناس لا مقسمين عنده زورائي اي ماكو لا مقسمين زورائي حن الحمد لله زورائي حن الزورائي والشرطة ايوه حن قبل قال زورائي لا زورائي يعني الحديث ويا انسان يحمل من الثقافة ومن الفقه الكلمة والحقيقة وبطريقة الأدباء لازم تختار كلمات فراح تصعبها علينا لا مجاملة ولا لا خدمتكم الله يحفظك أنا أكو موضوع مهم يعني مثل ما عماد حكى شوي أكو موضوع مهم وأنا أدري بك أنه أنت تقيمه لأنه أنت أساسك بديت من عنده كعداء هو على فكرة عداء يعني لاعب ساحة وميدان إذا ما راح يرجع درس الرياضة إلى المدارس راح تظل رياضتنا بشكل عام عرجاء لأنه كليتنا نتذكر أطفال يوم اللي عدنا درس الرياضة ناخذ تراك سودنا بكيس وننتظر هذا الدرس ومن يصير دوري صفوف بالمدرسة الوحدة وبعدها ينتقل دوري مدارس للتربية الوحدة وبعدين يتحول إلى دوري تربيات
ومن ثم يخرج منه منتخب مدرسي. وإذا ترجع على كل تاريخ لاعبينا من جيلي حسين سعيد وأحمد راضي الله يرحمه كلنا تخرجنا من منتخب المدرسي وتحولنا إلى الوطني. سببه لأنه أكو درس رياضة. إحنا نعرف من 2003 للظروف شبه اللغة هذا الموضوع، فهذا يحتاج إلى تنسيق ما بين وزارة التربية ووزارة الرياضة والشباب، وأنت معني بكل الرياضة لأن أنت مستشار رئيس الوزراء. طبعا أنت مثل ما أقول خليت إيدك على الجر، الله يحفظك، وأصبت كبد الحقيقة. كلنا خرج من رحم الرياضة المدرسية يعني، ومن الدرس الرياضي المدرسي يعني يكتشفك المدرس كل كل المدرسي. هو من 2003 حتى قبل 2003 أنا كنت مدرس رياضة في 88 89 90 90 يعني وكنت مدرس إحدى المتوسطات يعني في أطراف بغداد. خليت قيمة لدرس الرياضة لأن أنا رياضي فكنت أخذ دروس، أنا أخذ الشواغر أخذ الرياضة يعني ما أعطي درس يعني قدرت أدرسها. هذا مشروع مهم جدا، وهذه كان قبل يعني متبعة يقولون سياسة متعددة القطاعات يعني ماكو كان وزارة التربية تنسق مع التعليم مع الداخلية مع الدفاع مع الخمسة وزارات على ما أذكر مهم. فتتذكر الدوري المدرسي اللي بطولة مدارس العراق، بعدين تجي على الدوري الجيش دوري القوات المسلحة كذا دوري يعني وكان ملعب واحد هو يعني. فلذلك يعني هذا أيضا التعكس على أنه بنى تحتية ماكو، بالعكس احنا اليوم بنى تحتية ما شاء الله يعني كان ملعب الكشاف الوحيد اللي حمل اللي هذه مخرجات الرياضة بذاك الوقت ما شاء الله يعني إذا عدائين وإذا كرة قدم وإذا باقي الألعاب. فسبحان الله يعني من يومين كنت أتحدث أنا وأخويا المحترم السيد وزير الشباب والرياضه يمكن سمعتكم لا مو هذا يصير بتوارد خواطر ويصير ب يعني لان هذا هم هذا همنا كلنا. فحتى يعني تحدثنا انه من الممكن ان يطرح في مجلس الوزراء ويصبح ملزم، يعني تعرف اذا يصير به قرار مجلس الوزراء يصبح ملزم. بما انه انت في كل مفاصل الرياضه الان منصبك يحتم عليك ان تتدخل، اكو يعني هو بنفس الموضوع انه لا يصير درس 100 اعطي درجه 100 وناجح، لا اخليه يعني حقيقه انسق ويا وزاره التربيه على ان يكون درس مهم يعني وبي درجه نجاح. تتذكرها انت الرجل هسه طلعت انه حتى فشي يسوي يخلون درس الرياضه والفنيه 100 100 وهو ماكو درس كابتن رياضه. كابتن هو درس الرياضه يجي قبل الرياضيات، شوف راح اقول لك شيء رجع راح يجيك قبل الفيزياء راح افاجئك. 78 انا كنت بطل مدارس العراق وكنت مرشح انا مثل العراق في الدوره المدرسيه بالصومال تتذكرون الصومال انا ما رحت للصومال وانا الاول كنت لانه كنت كمال بالرسم انا عدى 850 كنت كمال بالرسم بالفنيه كمال طبعا مو رسمت معروف ترسم لكن جيت متاخر دقيقه وكان عندنا مدير محترم جدا كنت باعداديه العظميه فشافني متاخر دقيقه ويعرفني رياضي وكذا قال لي وين؟ قلت له امتحان قال لي ما تدخل قلت له رسم فنيه قال لي فنيه مو بعينه هذه الاجناس اللي طاني محاضره صح. قال لي ترجع بيتك خلاني كمال بالرسم وصادف ويا الامتحانات الدور الثاني ما رحت بيومها استاذ عامر جميل اوجه له التحيه كان مدرس مالك كان مدرس مالك هو مدرب منتخب تربيه صح فدزيت يعني وصلت له خبر تعرف تعاطف وياي دخلني للامتحان المدير جد نهايه قال طلعوا لي بشوف عياد الديان ممتحن لو كان ممتحن طلع لي صفر بس احترمه والله وانطاني درس باحترام المواعيد وباحترام باقي يعني جميع الدروس فما نستهين بالفنيه والرياضه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا كابتن ابراهيم عاد بنيان يمك بعد اليوم انا من اريد احكي اولا سعيدين بك حجي حبيبي ونورتنا انا من اريد احكي ما احكي اتغزل لازم يا حبيبي يا حبيبي طبعا حجي اكتشفنا موهبه جديده بالكابتن ابراهيم سامي هو انا قلت متعدد المواهب اي متعدد المواهب هو كان حارس مرمى دولي سابق بعدين صار مدرب حراس هسه دخل لمجال المراسل الاعلام مراسل بعده يطمح يقعد على الكرسي لا ما عندي هاي الطموحات طموحات الكرسي ما عندي لا اذا الكرسي مال البرنامج اقصد الكرسي مال البرنامج نعم فحجي اياد يعني انا ما اقدر احكي انا حكيت يمكن كلمات بسيطه بغيابك
شهادتي بيك مجروحة شريدة أحكي، لكن أنا منين أريد أبدي؟ هي سبحان الله صدفة، تعرف أنت مرات طلبوا منك والريد من عندك. لا أنا اللي أعرف عن حج إياد بنيان إنه ما ينطلب منه لين يعرف شي يريد يسوي وشن الموضوع اللي ممكن يصير هو يسوي بدون طلب. هاي من خلال خبرتي أنا وياك حج، حسن ظنك. أنا متأكد أنا في اليوم يزعلون، إحنا مرات من تقول فلان شخص، مو أنا اللي أقول إياد بنيان مع حفظ الألقاب يشخل تغزل به، من يقولون إياد بنيان هو ناجح بدون ما تقول كلمة. أما أنه أنت تجي شخص وتريد تقلل من عدة، إذن أنت يعني هذا شيء خاص بيك. أريد أبدي وياك من نادية، تعرف أنت شنو الشرطة بالنسبة لي أنا العشق، يعني 14 سنة أنا بالنادي ووصلت ونادي وأول ومنتخب وطني وكلها بنا، وأنا يمكن أكو شغلات اشتغلت مدرب وحارس وإداري وكل شيء بي. فمن إجى إياد بنيان نقل نادي الشرطة من سنوات من لاعبين ومدربين، كنا فريق مشارك يا أخوان مشارك، لكن أصبحنا منافس بوجود حج إياد بنيان، منافس على بطولات. والحد هاي اللحظة العمل اللي تركته يجبر أي إدارة تجي لازم تسوي فريق ينافس. كابتن أنا داعتي عماد محمد يمكن هم ويانا يعني اليوم الشرطة رقم، إحنا كنا رابع خامس سادس في يوم 2010 إحنا نازلين درجة أولى 2010، لكن من إجي حج إياد بنيان أصبح الفريق لحد هاي اللحظة بطل دوره ويضم أفضل يعني من مصاف الفرق الكبيرة بالنسبة لنادي الشرطة. أما كعمل إداري حتى بزمن التطبيعية كل شيء أنا اللي يعجبني به أنه يأخذ قرار، قرار يدرسه صح يصر عليه، يعني متغيرات ما عنده زيد من الناس فلان من الناس القريب عليه لا ما يجامل بعمله. سعيد أنا بيك أنه أنت اليوم متواجد جزء من عملنا، هذا عرسنا احنا اليوم الكل، وان كنا عدي انا نقطه على فلان وفلان، لكن اليوم هو العراق مالنا فرحانين به. وانا متاكد تواجد اياد بنيان في البصره وفي كاس الخليج الى مساهمه كبيره في كل التفاصيل اللي موجوده. انا ما اريد يعني اتمناك بالمكان اللي احنا نريدك صراحه، مرات من يبتعد اياد بنيان لا لا مو انا دا احكي لك عن يمكن قبل كم يوم بالبرنامج من قلت لك سعيد لانه الكابتن عدنان الدرجال يحتاج حج اياد يكون يمه نقطه راس سطر كابتن. نكمل بعض اكيد كنا انا شوف كابتن الانسان اللي يفكر واللي عنده عقليه وعمل اداري عالي ينطيني المشوره ويكون سند لي انا راح انجح، فانت سند يا حجي وربي ينطيك الصحه والعافيه. حبيبي يا ابو يوسف شكرا. ايضا شهادتي بيك مجروحه ابو يوسف، إذا تحدثت عن نادي الشرطة فوان يوم احنا سبعيدين عن نادي ويا لأنه عندنا هم أكبر. فأنت من الأبناء البررة للنادي بصراحة يعني، وهذا الشيء يرفع من شأنك وأنت رفيع الشأن إن شاء الله. الله يسلمك. فأنا أشكرك على كل ما قلت. خواتم عندكم سؤال للكابتن الأستاذ إياد؟ مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير. كابتن فهد خليك. تفضل. يسعدني طبعا ويشرفني أني اليوم أتواجد معاك وأتبادل الحديث معاك حول كاس الخليج او الرياضه في 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 العراق. طبعا احنا شفنا الحين المنتخب العراقي، شفنا الجماهير، شوف شلون متفاعله في بطوله كاس الخليج، وهذا دليل ان الجمهور محب لرياضه كره القدم ومحب للمنتخب والمنتخبات. لكن احنا شفنا الحين ملاعب ما شاء الله ملعبين على اعلى مستوى، دخلنا شفنا الملاعب شلون تطور الملاعب. لكن السؤال اللي بوصله لك، هل سنرى ملاعب ثانيه في جميع محافظات العراق الفتره الجايه اذا تستضيفون بطوله كبيره مثل بطوله اسيا، كاس العرب، البطولات هذه، هل راح نشوف ملاعب بنفس الملاعب هذه؟ لان سمعنا ان فيه الملاعب خصوصا ملاعب التمرين. نعم. في المحافظات الثانيه ملاعب. نعم. التمرين يعني ناقصه وفيها البنيه التحتيه شوي تعبانه، هل في تطور راح نشوفه في الفتره الجايه للفئات السنيه للدوري العراقي؟ هل فيه يعني استراتيجيه راح تبنونها على هالشيء هذا، وخصوصا الملاعب؟ لان الملاعب مهمه، اللاعب لما يشوف الملاعب نفس اللي موجوده حاليا راح يعطي يمكن دبل المجهود اللي قاعد
نشوفه، نشوف الجمهور مثل المدرجات على أعلى مستوى للأمانة، هذه تنافس المدرجات العالمية حاليا اللي قاعد نشوفها الحين في البصرة. الملاعب التدريب، نعم سمعنا انه في نقص في ملاعب التدريب والامور هذه. هل في عماد طرح هذا الموضوع؟ طرح الموضوع هذا وانا عجبني عماد انه طرح الفتره الطافيه الموضوع هذا، ودش في بالي الموضوع انه هل نرى في جميع محافظات العراق ملاعب بنفس الفخامه اللي شفناها هنا، ملاعب تدريب تطور اللي قاعد نشوفه، فهذا الشيء لما ياخذ المنتخب العراقي البطوله او يفوز في بطوله هذا يعمل حمل كبير عليكم انكم تحاولون تطورون الرياضه اكثر واكثر خصوصا في جميع مناطق العراق، مثل ما تكلم بعد الكابتن المدارس لها دور كبير في الرياضه. نعم. فسؤال يعني هل راح نشوف ملاعب؟ هل راح نشوف تغيير في الدوري العراقي الفتره الجايه تطور للدوري المحترفين؟ بالبدايه طبعا انا اشكر مشاعركم الجميله وهذا التفاعل بين الخليج والبصره، الخليج والعراق والخليج بالبصره. أنا أدرك بأنه البصرة موجودة في وجدان وضمير المواطن الخليجي بشكل خاص، يعني يعني ما تلتقي أحد إلا ويحدثك عن البصرة باعتبار ميناء والعلاقات عبر هذه السنوات الطوال. فبصراحة لولا دعم أشقائنا بالخليج ما كانت تقام البطولة ولا نجحت. انا عبرت عنها بانها نجحت قبل ان تبدا بوجودكم. هذا احنا نوقف مع اخواننا مش واجب. الله يحفظه، وهذه محروسه يعني اكيد. بما يخص الملاعب يمكن الاخوه يدرون طبعا، لان احنا عندنا ملاعب، يعني عندنا بعد ملعب مثلا النجف الدولي ملعب جميل جدا، كربلاء، وعندنا ملعب كربلاء، وعندنا في كردستان ملاعب، وعندنا في الكويت ملعب محترم جدا ويعني لائق في بطولات كذا، وعندنا باقي ملاعب بعد في ميسان، في موجود تقريبا في كل محافظه. ذكرت مال كركوك، كركوك كمل، يعني في كل محافظه. فنستطيع بصراحه تدري انت بطوله الخليج وهذا الزخيم يعني الاستيعاب، يعني احنا شفنا ملاعب مستواها عالي ما شاء الله. حبيبي انت بعض ما عندكم. الله يسلمك. ان شاء الله، ومع ذلك اكو عندنا ملاعب قيد الانشاء، يعني يعني 70% و80% اكو ملاعب مثل التاجيات 80000 متفرج، 80000 متفرج، نعم اكو مشروع ال 100000 متفرج، فهذا موجود طبعا يعني فيما. فهذه طبعا حتى عرج على البطولات يسهل علينا مستقبلا يعني نكون مثلا البطوله العربيه او بطوله العرب او البطوله يعني الدوره العربيه، يعني كافه الالعاب طبعا حتى ما تحدث عن القدم فقط. وهكذا طبعا الانسان شيئا فشيئا يرفع من سقف طموحاته. اللي حدث بيوم الافتتاح هو رفع سقف المطالب بشكل عالي، افتتاح غير مسبوق، اذهل العالم، لانه عندنا قصه فحكينا قصتنا احنا. يعني انا اعتقد كل الشعوب، كل شعوب العالم احيانا تقف امام خط شروع او نقطه انطلاق، يصير انتقاله او حدث هزه، الهزه اي هزه اجتماعية، ثقافية، زلزال سياسي، تغيير نظام يخلف ثقافة جديدة وسياقات جديدة وقوانين جديدة ورؤى مختلفة. لذلك أنا أعتقد هذه أنا أعتبرها يعني شكل الصدمة للكثير، أنه هذا العراق معقولة؟ فالكثير يعني حتى أخوتنا القريبين عندنا الخليجيين تفاجأوا يعني. صحيح. أنا أعتبر يعني مثلا على سبيل المثال إحنا أنا يدرون أخوة اهتم بالأدب وكذا، لكن هو الأدب والأجناس الإبداعية كلها اللي أجل الحياة، يعني كلها تخدم الحياة. الحرب الأمريكية الأهلية انتهت يعني يعني من ضمن العوامل اللي ساهمت بشكل كبير كتابة رواية. احنا اليوم كتبنا روايتنا، فالمفروض هذا نأسس عليه كعراقيين لمرحلة جديدة، يعني كرياضيين وكسياسيين وكمجتمع، لأن كل واحد شاف يعني يعني احنا حققنا، يعني كل إنسان يعتز بذاته وشاف نفسه شنو. فأعتقد هذا رفع سقف مطالبنا. احنا من الممكن الآن نتحدث مع بعض الخليج، من الآن يعني نتحدث مع بعض الخليج يعني نطلب كأس العرب، كأس العرب احنا شيئا فشيئا كأس آسيا إن شاء الله هذا موجود. وأنا أعتقد يعني حتى في ذهن حكومتنا أنا وسامة حتى من دولة الرئيس أنه إن شاء الله تنجحون بخليجي 25 وشيئا فشيئا ترتقون حتى استقطاب بطولات أخرى. فيما يخص الدوري مالتنا وكذا، إحنا طبعا نحتاج إلى دوري محترفين. صحيح. الدوري محترفين تحدثوا عنه الكثير، دول الخليج ارتقت برياضة صار عندها دوري محترفين. لأن أستاذ أنت تتكلم مثلا في لعيبة ما شاء الله شوف مواهب
موجودة نعم. عندكم قمنا ناخذهم احنا عندنا في الدوريات. نعم. الدليل نعم. عندك مواهب كثيرة في الدوري. نعم بس تحتاجون محترفين عشان يتمون عندكم. ما احنا دوري احنا دورينا حتى نكون واضحين كذا يعني مو بمستوى المنطقة بصراحة مو يعني مو بس يعني دوري عندنا مواهب أقوى من دورينا قد تكون. نحتاج إلى دوري المحترفين. دوري المحترفين كثير تحدث عنه. أنا يعني أستغرب أن يتحدث أحد عن دوري المحترفين وإحنا ما عندنا قانون داعم. مفروض القانون يدعم دوري المحترفين. صحيح. دوري المحترفين بمعايير بخمسة صحيح. معايير من تدخل له وتحكمك بعدين 35 معيار حوالي. صحيح. فلذلك صحيح. تمام فهذه معظمها ما متحقق مو لأنه عاجز عن تحقيقها لأنه ماكو قانون يدعم. مثل أنت تريد تستثمر ما عندك قانون استثمار يدعم. صحيح. لذلك أيضا هذه الحكومة انتبهت لها. يعني ما أكشف سر إذا ما أقول أنه قريب مفروض من يوم 10 بالشهر لكن تأجل يوم 25 عليكم السلام يا مرحبا يا حبيبي اهلا بالورد حبيبي الورد عاد هلو حبيبي شوف انا عبالي هذا وقاعد جاي عند خاطر والله انا عبالي مصور جنب الخلف انا عبالي هذا وقاعد يعدل لي المشكله والله حتى هنا تدخل بالعمق حتى هنا بالعمق دخل شوف الضغط عالي جيب لنا كرسي جيب لنا كرسي شباب شو صح بارك شلونك بعد يا حبيبي ما شايف من يوم اللي اجى مو قعد قعد بالبصره جيب لك كرسي جيب لك خلينا واقف والله تعال تعال يمين تعال اشتري شلونك انت ما عندك ارتباط بالمجلس عندك ارتباط شكرا لحضورك ترى تسوي له مفاجاه طبعا هو قال لي قال انا طبعا تفاجأت بس احب اقول يعني اي شوف هذا برنامج جبنا لك اياه هنا قريب عليك اكو عاده كل انسان عنده ابن بيولوجي عد ابن بالاختيار إيه؟ نشأت ابن بالاختيار يعني الله. صديقك ونعم. أخوك بالاختيار والله ونعم بالاختيار الله يحفظك إن شاء الله نشأت أخو ديني حبيبي نشأت يعني بس مو صحيح ما ادري واحد يمدح وكذا بس احنا مشاعرنا يعني يقولون دائما المشاعر الاب غير بريئه تكون لانه مو حياديه اطلاقا لانه يعني يحب بشكل بدون عطاء وكذا يعني عفوا عطاء بدون مقابل فنشأت احسن زوج لزوجته ونشأت احسن اب لاولاده بصراحه انت احسن اب الله يحفظك ان شاء الله احسن اب حبيبي حبيبي الله يحفظك يا قلبي شرفتنا ونورتنا شكرا لحضورك انا اعرف انت مشغول والله ادري ثاني اتمنى بس شغله يعني اتمنى من البرامج العراقيه اي شيء سلم لك الحمد لله لا ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رشيد علي كل شيء ايجابي بالبصره كل شيء ايجابي كل شيء ايجابي كل شيء حلو صح احنا قانون هو قانون اول مراقب من اول يوم اتفقنا لان السلبيات موجوده في كل عمل فاحنا هنا اتفق عندنا سلبيات بس نطلعها مو هسه خلي تنتين ما معناته احنا ممكن نناقشها ليش ما نطلعها كلش ممكن نناقشها خلينا نحتفظ بيها ونتعلم من عندها نشد احنا ضيوف عندكم احنا ضيوف عندكم احنا الى الان قاعدين نشوف كل شيء ايجابي ما شيء مش ولله الحمد اكو حسنات كثيره ان الحسنات يذهبن السيئات يعني ان شاء الله اذا ما تعمل صح اذا ما شخصنا السلبيات اذا احنا ماكو عمل اشياء سلبيه تعال شويه شويه هنا اي اكيد انا اشوف في وجهه نظري انه يعني هاي كميه البرامج الكثيره العراقيه الاخوان ما مقصرين يعني كل اغلب البرامج فانا برايي خل ننقل صوره حلوه وهذا اللي صاير اللي موجود يعني لله الحمد لله والشكر سلبيات في كل مكان اكو موجوده سلبيات يعني في اي بلد في اي دوله في اي بطوله تنظم اكو فيها سلبيات هسه الايجابيات لله الحمد لله هواي والدليل الافتتاح كان فيه سلبيات لكنه بعد الافتتاح اختفت ترى شوف اذا اكو تصليح تعرفوا السلبيات انا بالتنظيم خارج الملعب يعني نشأت الايجابيه شنو يعرفوها الايجابيه يقول لك لما تشوف الجميل تعظمه وإذا شفت اللي مو زين قسرة ما بينك وبين نفسك مع مجموعتك هذه ناقش السلبيات لكن فيما عداه انتظر الجمال وأنا هذا فيدة لما نطلع احنا يتلقون الناس اللي موجودين هناك بالمحبة وهذه الابتسامة هذا أنا وهذا مسوين فيها يعني مرتاحين وإحنا وقلناهم بداية البرنامج احنا تعرف كيف نمشي هذا نرى الجمال وهني ما صح أنا برأيي احنا لو بس نحكي على الجمهور
يحتاج لنا 30 حارس. بطل متوج اليوم طبعا المناسبة اليوم الرقم القياسي تحصل بطل البطوله بطل البطوله بلد المضيف ما يلعب والملعب فول 65 فاجئوني امس 95000 اليوم اليوم خلينا نحكي بس على هذا فول الملعب ابو جبل حبيبي اسف ممنون لا لا خلينا نشوفك خلينا نشوفك ما يصير احنا نحكي على شكرا كابتن كنا نتحدث عن دوري المحترفين إن شاء الله يعني أكو الاتحاد عنده هذه النية أنت تسألتني عن الدوري لكن أنا قلت ها وصلت قلت ما أكشف يعني ما أكشف سر يعني أو أكشف سر هو مو سر إنه الدولة بي يعني أكو أمر ديواني صار إنه أمر من دولة الرئيس بأن يكون قانون الرياضة الموحد تعرف أنت القوانين من تنكتب بفلسفة واحدة يعني ما يصير عندك قانون اتحادات وبيتناقض ويا قانون الاولمبيا او قانون صح صح بالضبط يعني اختصاصي كابتن اختصاصه ومطلع على هذا الشيء فالمفروض كان يعني من تاريخ 10/1 لكن بطوله الخليج اجلتها ل 25/1 فالذاك راح يصير يعني اكو قانون يعني لما ينكتب هذا القانون راح يكون داعم لدوري المحترفين وراح يصير عندنا دوري محترفين بعد ان يقر ويشرع هذا القانون لذلك انا اعتقد يعني احنا بالاتجاه الصحيح وان شاء الله نجني ثمار هذا ان شاء الله ان شاء الله يوفقكم ان شاء الله حبيبي شكرا كابتن اسماعيل استاذيات طبعا احنا سعداء بتواجدك احنا اليوم منورتنا في البرنامج يعني هل ممكن انكم تستغلوا احنا نسميها احيانا السياحه الرياضيه نعم يعني لما تكون مثلا عندنا احنا منطقه كمنطقه مثلا صلاله عندنا نعم. باجواءها الجميله غير مستغله مثلا احنا استغلال احنا نسميه السياحي الرياضي الربط نعم عرفت مثل هذه النقطه انت ذكرت نقطه الهزه بلد. وهذا لفظ صراحة جميل الهزة يعني هل في خطة متكاملة من خلال الهزة اللي عملتكم إياها كأس الخليج أنكم تستثمروا هذا الشيء نعم. تستثمروا هذا الشيء بتحرك جاد لتحرك جاد في المرحلة القادمة مثلا صناعة السياحة الرياضية واستقطاب والتعريف بالبلد مقومات البلد في أماكن جميلة في العراق فالتعريف من خلال مثلا احنا نقول من خلال الرياضة استقطاب مثلا بعض الفرق عن طريق معسكرات هي رياضية وهي تستغلها كسياحية فتضرب احنا نقول اثنين في واحد وقانون الدعم الحكومي في الرياضة لابد ان مثل ما ذكرت هذه النقطة الدعم الحكومي والقرار اللي يكون موحد طيب التفاجة قبل نعم احفظت السؤال طبعا أكيد. حيدر واقف صار يمكن نص ساعة حيدر محمد براحتك بهالبرد هذا سايب هم خليه ها هذا واقف فرحان حجان المراسل برا طلع زين حجي قالوا مواهب اكو حجي زين اكو مراسل يقول له الواحد هذاك يقول له اريد لقاء 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 قال له تعال ذبحني اكو واحد يقول له يلا تعال سوي لي ذبحني ذبحني ولا تسوي لقاء قال اكو واحد يقول اي اكو ابو يوسف ابو يوسف وزو حيدر حيدر محمد شو الو تسمعني حيدر الو كنت نعم نعم داود نعم تفضل يا تفضل حيدر يا تفضل نعم داود قد يكون الانتظار قاتل في بعض الاحيان لكن الانتظار على الكورنيش امام مع هذه الجماهير الكبيره في ظل هذه الاجواء يكون انتظار جميل جدا حقيقه حتى الانتظار مختلف في البصره الاجواء جميله هنا على كورنيش البصره دائما كما عودتك بان اقول لك الاجواء جميله وهي فعلا جميله جدا جميله بوجود هذه الناس بوجود الاشقاء الخليجيين بوجود هذه الروح الجميله العراقيه بمختلف محافظات العراق من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب الجميع اليوم محتفل بوجود الاشقاء الخليجيين على ارض العراق اجواء الكورنيش لا تختلف عن سابقتها كل يوم الاجواء في المساء تعج بالنساء والاطفال والرجال الشباب حاضرين محتفلين الجميع محتفل بهذه الأجواء نعم. الرائعة خلي أخذ رأي الجمهور اللي حولي بهذه الأجواء وأيضا ببطولة الخليج ونشوفهم شنو الأشياء اللي ممكن يحضروها السلام عليكم أول شيء شو تشوف هذه الأجواء والله كأس الخليج إن شاء الله للعراق وهذا العرس الخليجي على شط العرب هذا نشوفه على الرأس والله وأسلم على نشد أكرم من خلال الكاميرا أي أيوة والله أقول له البطاقة غالية وأريد البطاقة من عندك أي أيوة والله وإن شاء الله هاي الهوسة للخليجيين سمعنا الهوسة والله والديك أي أيوة. أي أيوة. أقول له هاي للخليجيين
نعم وكل العرب وكل العرب والبصره على الراس رحم الله والديك. اقول هلا هلا كل من قصدنا جاينا عن ناي هلا كل من قصدنا جاينا عن ناي اخوي انت وعضيد ويسرت ومناي نشد اكرم اظل مطلوب الكم الخليج يا الفرحت وياي ها اهلا بالضيف القادم ها اهلا كل من واحد يجي قد على راس ها اهلا بالضيف القادم ها اهلا بالضيف القادم يفرش لك بالعين اهلا بالضيف القادم يفرش لك بالعين اهلا بالضيف القادم ليش اكرم رحم الوالدين كانت بطاقه الاجواء جميله على الكوردي والله انا والله انا اشكر هاي الكورنيش واشكر هاي الناس انا الصراحه انا مريض ومش شفت كم طبت صدقني انا مرتب هوسه للكورنيش لا مرتب للخليج ولا للكل انا عام مع الكل اي يقول اريد اسولف لك سوالف عيب محكيه اريد اسولف لك سوالف عيب محكيه واريد اسولف لك سوالف 100% وهذا الكورنيش واهل العزوبية هذا الكورنيش واهل العزوبية افرد بالملعب وخلي الحر يتقلب افرد بالملعب خلي الحر يتقلب افرد بالملعب كل الهلع على وجهه اليوم السلام عليكم اليوم الاجواء حلوه على الكورني شباب يعني متواسين اهلا وسهلا بكم واهلا وسهلا بكل المحافظات وبكل الخليجيين أنا أبو محمد من أهالي محافظة البصرة عندي قصيدة بسيطة أهديها لكم كلكم إن شاء الله بإذن الله اليوم القصائد هواي يابا يقول الشيخ أسعد العيداني وتقول أهالي البصرة تقول بالشدايد والصعاب احنا اختصاص بالشدايد والصعاب احنا اختصاص واحنا براس الدنيا مو ذيالها واحنا براس الدنيا مو ذيالها يجي نعذب لك بالمال والحلال اللي يجي نعذب له بالمال والحلال بصوان القاع ما تشيلها بصوان القاع ما تشيلها لكن نعذب لك بكاس الخليج لكن نعذب لك بكاس الخليج هاي قطنا ونذانك شيلها هاي قطنا ونذانك يعني اللقب عراقي لقب عراقي 100% اليوم الاجواء حلوه انتم شباب حاضرين بقوه على انا من خلال قناتكم الشريفه انا اشد اسعد العيداني يشوف لي مره اي والله اي والله هسه اجواء حلوه مره اي والله اريد مره ولو انا بيتنا بالحياني المحافظ بيتنا بالحياني يتصل علي يجيني البيت هسه الولد انطاك مره لا انا اريد نسعد العيداني الولد اريد نسعد العيداني وعلي يودي علي يابا شوفوا له مره شوفوا له حبيبي شو تشوفوا الاجواء احنا عندنا هذه الولد يريد يتزوج انت شو تريد نعم لا طبعا انا معلق رياض ان شاء الله اول شيء احب ابارك للمنتخبات اللي تاهلت لاكتمال المربع الذهبي ان شاء الله وابارك للمنتخب القطري ومباراتنا الجايه المنتخب العراقي ضد المنتخب القطري احب اقدم بس مجرد تشكيل او فد مقطوعه صغيره من المباراه اللي هي ما صايره ما مقيمه لحد الان قدم للي يعني نعم بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي اصدقائي المشاهدين في كل مكان يسعد ان التقي بكم واعلق عليكم على هذه المباراه التي تنقل هنا من ارضيه ملعب جذع النخله المباراه المنتظره كانت بين المنتخب القطري ضد المنتخب العراقي استعرض واياكم تشكيله المنتخب العراقي تبدا في حراسه المرمى بجلال حسن في خط الدفاع علي فايز واللاعب الان وضرغام اسماعيل اما خط المنتصف فيوجد هنالك اللاعب امجد عطوان وامير عماري الان المنتخب القطري ضغط في بدايه المباراه لا استطيع ان استعرض تشكيله المباراه همام يلعبها همام اللاعب القطري الجناح الايسر يتقدم تلعب الى علاء الدين تنقطع الان والكونتر اتاك سريع من قبل المنتخب العراقي لابراهيم بايش ابراهيم بايش يتقدم الى ايمن حسين والهدف 1-0 للمنتخب العراقي مبروك 1-0 حافظوا يا عراقيين حلو سيناريو المباراة نشكر طبعا الشيخ والاستاذ اسعد العيداني على هذه البطولة القيمة ونشكر الجماهير اللي ساندت المنتخبات الثمانية صراحة زين واشكركم جميعا داود احنا شفنا المباراة هارت لك كابتن فهيد كابتن فهيد هارت لك
فرانك كامر والله يبا خلنا اقول لك شغله يبعد كبد كبدك ليش واهنا بالكورنيش خير من الله وذول اخواننا الخليجيين هاي منو تحكي يعني يما انا مش بير يبعد كبدي ها وقف الله وقف يما داود وياكم متبير الو ها ولك المفلوك مو قلت لك لا تخابرني افتح كام دهر دهرك والله شو مخالفتك انا ويا الفرخه ايش مالك طيب حيدر رايح وين للعبه يما يا بعد شمت في جيت قلبك يما دهر دهر يما حيدر حيدر هاي نتوالف شكرا نعم داود نعم حيدر شكرا نعم نعم شكرا لك وتحياتنا طبعا هذا كان مشهد تمثيلي شكرا حد الجماهير شكرا لك حيدر اسمح لي وشكرا للجماهير تفضل طبعا هي هذه رسالة الرياضة الرياضة مو شيء ترفيه الرياضة تشكل رأي عام تتحكم بحركة الجماعات الرياضة ناهيك عن الاستثمار اليوم ناس دول تستثمر بالرياضة بس هذه رسالة الرياضة أنا أقول يعني أحب أخاطب أهل البصرة يعني فعلا أثبتتم أنتم الناصية التي يعتلي عليه العراق أنتم فخرنا وعزنا هو هذا الكرم عراقي طبعا يعني تدري هذا العراق نسيج واحد لكن أكو ميزة عندها البصرة لأنه ميناء بيئة جاذبة أنا أول تصريح أول ما أخذنا البطولة قبل سنتين ونص كنا في قطر أتذكر كان كنت أنا أمثل العراق بوقتها كان موجودي أنا الكابتن عدنان كوزير والأخ سعد العيداني وكنا أنا والأخ محمد فرحان من تم التصويت قلت بوقتها قلت الكارت الرابح عندنا أهل البصرة البطولة ستنجح لأن أهل البصرة كرماء وسيذهلون الضيوف يعني تسمع أنت أنا يمكن قبل شوية أخ فهد قال أنا ما صرف بس صرف 100 دولار حدا ما خلصان يمكن ما أعرف 25 أنا صرفت 100 دولار أول ما جيت له الحين موجود بجيبي والله العظيم هذا من كرم أهل بغداد أهل حتى ما أنسى السؤال إحنا السياحة ما تنجح عندنا إحنا السياحة لازم تكسب بها مال ربطت وحدة بوحدة هذه السياحة أنا أقول لك السياحة إحنا عندنا أنت شايف الأربعين 20 مليون يعني اللي عندنا شعب صار لي موقف أنا كابتن إسماعيل رحنا مطعم ما أخذنا ولا واحد معانا عشان قلنا ما حد يتهاوش معانا يقول لا أنا بدفع رحنا اليوم المطعم مطعم ورق عنب تعشينا وخلصنا وقلنا جيب الحساب خلاص جاب الحساب القرصون الحين نتهاوش أنا يا على من يدفع الحساب قام واحد هناك الطاولة وإحنا ما شفناه جاهز سحب هذه قال سحبها قلنا إيش في هذا إيش تبي قال أنت ضيوف ما تدفعون قلنا بعد هذا بعد كل شيء هاي ما قايلين طالعين قلنا خلاص ما قايلين حتى لا تدفعون قلنا عطنا الحساب قال لا انتوا دامكم موجودين هنا ضيوفنا ما حد يدفع وتهاوشنا معاه قال لا انسى 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 اهل البصره اطلعوا بكيفكم اهل البصره يعني يقول له والله بيض الله وجهه قاعد يحرجوننا كثير قاعد يحرجوننا ابن البصره يستغرب من استغرابك يعني انت تشوفه شيء غريب هو يستغرب لانه يعني هو هذا بطبع يعني ابو الطيب المتنبي يقول كرما فلو حدثته عن نفسه بعظيم ما صنعت لظنك كاذبة يعني من تقول له يقول لك شنو هو لانه هو بطبع فلذلك يعني اقول انا استانس استانس اجي هنا مستانس يعني شاعر حبيبي فاذا وقفت امام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جمال اليوم صامتين في حرم الله يحفظكم بس ترى سهل يصرفون محمود درويش يقول تحت كل نخله عراقيه شاعر عراقي الله احنا بين بالتلفزيون سماء العراق تمطر شعراء لا يوجد في بيت ما بيشعر اذا تقسم احنا في بيتنا ثلاث شعراء وانا لست منهم يعني استفزكي قال كذا وانت الحين كذا وانت ما منهم يعني لا مو منهم والله انا احفظ تقريبا قال سماء روسيا تمطر ثلوج وسماء العراق تمطر شعراء مشهوره هاي بين بس انت شفت صدفه صدفه المراسل طالع بشارع لا متواعد مع ناس يحبون الشعر ولا بس قول من الثلاثه اثنين اللي قولك شعر ابدا انا يعجبني عماد بالشعر اي والله لا احنا باللعب هذا شعر هو باللعب شاعر هو باللعب شاعر شغلك ابو يوسف تورطنا اطلع منها اما اخو سات شغله اخو سات اخو عمك ترى شاعر الحجي يمك شاعر ترى لا عنده اخو شاعر اسمه علاوي وعلى موضوع الصرف ترى مو صعب اذا تريدون تصرفون مو صعب بس تخفوا ذبوا هذا زيكم وتخفوا
وادفعوا بدون ما تتكلموا. انت رجل تتكلم... زين ما صرفوا مو لا تتكلموا تنكشون مرة أخرى. أسوي له هيك بس بالإشارة. لا هو إذا تجي على الكرم، إذا تجي على الكرم يعني إحنا فعلا فعلا يعني إحنا العراقيين من نجي البصرة نستحي من نفسنا على كرم أهل البصرة. لا هو مو يعني بس يعني يعني, يعني حتى معانا، حتى معانا يعني مو بس معاكم للأمانة، حتى معانا يعني شفتوا اليوم إحنا اليوم يعني اليوم شخصية من أصدقائنا عمار علي هذا الولد صديقنا وأخونا صار الأسبوع يتوسل إنه شلون نجيب الإخوان يتغدون يمنا. فإذا بطولة خليجي 25 حققت أهدافها ها. صح شلون إحنا بالنسبة إن كعراقيين قلت لك نقلتنا نقل راح تقولنا نقلة نوعية الحدث اللي صار هذا العظيم والافتتاح، وأبشر العراقيين الختام أيضا جميل جدا إن شاء الله ما نحرق أي شيء ولا يعني في مفاجأة في الختام. أكيد مفاجأة جميلة جدا وسيسعد العراقيون والأخوة الخليجيين معهم يعني. فحققت نقلة للعراقيين هذه النقلة، وحققت نقلة أيضا في عند أخوتنا الخليجيين كثير ما عندهم هاي الصورة. كان أكو ناس يعني لكن بشكل عام كثير ما عندهم يعني يعني إحنا جيراننا الكويت بعد 100 يعني ما احنا احنا نجي من بغداد لينا بالطياره هم يجون بالسياره اقرب لهم. لكن انا التقيت بكويتي بالملعب يقول اول مره زور اسمع كنت يعني بس ليس من راي كمن سنه يعني فلله الحمد. بس اكو كم شخصيه خليجيه اجوا قبل سنه ووجهوا رساله لكل دول هم مشكورين شكر كبير يعني يعني, يعني اللي اجى علي عيسى اعتقد الاعلامي والصحفي وخليل البلوشي مع كم ها والكويتي عبد الرضا الحارس مرمى القديم محمد دول كابتن حجي اجوا قبل سنه تقريبا عبد الرضا عباس طبعا دول شكر كبير لهم لان وجهوا رساله لاخوانهم تعرف يسمعونهم بكل الطرق مثلا من احنا نحكي ممكن يقولون دول يحبون بلدهم ويتكلمون عن بلدهم بهذا الحرص خصوصا فيما يتعلق بالامان ها. لكن من يروح له مثلا قطر يحكي ويا فهد يحكي ويا او عماني يحكي ويا اسماعيل راح ياخذ منا الكلام احنا حتى نكون حتى نكون منصفين يعني ولل يعني نتحدث احنا بس احنا كرماء احنا كل فرقنا كانت عسكر انا كان هذه الشرطه ثلاث مرات معسكرين في قطر لا كل احنا واللي هم مالتنا لان كان ممنوع نلعب إيه؟ كان في قطر حجي والنقي حجي كل حجي مجانا بصراحه حجي نجي من الاخير الصبغه العربيه موجوده نعم نعم من اليمن الى نعم ابعد نعم مكان نعم بال نعم بالوطن نعم العربي لا شوف داود انا اجاوبك على سؤالك لا انا ما ربطته بالسياحه بس احنا طبعا نحتاج حتى تكمل الحلقات وتكمل بنانا التحتيه اكيد يعني عندنا في اشهر بالسنه الجو عندنا رائع يعني ممكن تكون معسكرات انا بصراحه وانا ادخل دائما للمنطقه المدينه الرياضيه اكثر مره دخلت مع الوزير بسياره واحده على جهه اليمين كنا اكونيه يسوون مضمار كذا تذكرت قطر 10 ملاعب 12 ملاعب ماكو قلت له السيد الوزير هذه لو تصير 12 14 ملعب وسهله ثيل وعوارض وممكن باكر عقبه سبحان الله قلت له يكون تجي الناس تعسكر تصير سياحه رياضيه كذا صح شيء فشيء ان شاء الله يعني مريض مباشره لكن ان شاء الله نرتقي السلم درجه درجه ويراد هذا المشروع حجي يراد في بغداد انه ملاعب التدريب انه تطلق ملاعب تدريب في بغداد للمنتخبات الوطنيه لان احنا عندنا معاناه جدا كبيره بالفعل يعني لان احنا هسه احنا منتخب شباب ما عندنا ملعب تدريب هذه اكو جهه قطاعيه مسؤول عنها وزاره الشباب وانا اعتقد يعني اتكلمت مع الوزير يعني السيد الوزير والسيد الوزير اصلا مصر على هذا الموضوع بالضبط ويوميا باتصال مباشر معنا بالضبط ورجل يسمع وان شاء الله يحقق المزيد ان شاء الله لا والحلو هذا التدرج يعني بدايه الانطلاق من هذه البطوله تفتح لك ابواب هي الخطوه الاولى ترى الاهم هي الخطوه الاولى على ذكر اكلم الكابتن عماد الحوسني انا طبعا قريبه دائما احنا نكون متواجدين هنا فاقول له ها عمده ترى انا قلت له رايح العراق طبعا لان انا اعرف عماد يعرفني ان انا اعرف الوضع بالعراق واعرف كل امور جاي 2018 نازل اربيل ونازل بغداد والكاظميه كلها زايرها يعني فقال والله بعدني انا يعني ما ادري كيف الوضع اسماعيل هناك وكذا وكذا اليوم اخابر اليوم طبعا بعد ما شافني انا رايح جاي وهذا قلت له ها عمده قال والله يا اخي الوضع عندكم يعني حلو هناك قلت له عمده شفت مو تشوفني انا بالسناب رايح جاي انا وفي طالعين رايحين قال لي والله لكن صراحه الجمهور
هذا قلت له طافك الحين تقعد اقول له هناك حجي اليوم اكو معلومه بانه اليوم وصل عدد الجماهير ل 450,000 ورقم قياسي رقم قياسي جدا يعني اليوم اي 450 وبعد مرور 12 مباراه من بطوله خليج 25 تصبح اعلى نسخه في تاريخ بطوله كاس الخليج في الحضور الجماهيري بلغ 450,000 متفرج وتقريبا يعني بمتوسط ما يزيد ب 35,000 متفرج في المباراة الواحدة. احنا الشارع العراقي او الشعب العراقي شعب رياضي، شارعنا شارع رياضي يعني كبار السن، الشباب، الاطفال، تلاحظ يعني يعني كان اكو بطولات سابقا مثل بطولة يعني اسيا 2007 شارع فارغ يعني ما تجد احد يعني. وهذا باقي ثلاث مباريات ها؟ لان هي مجموعة ثلاث مباريات في كأس الخليج 15. طبعا هذا حسب موقع 15 مباراه 5 ستار فوتبول فاينل ثنتين والتطبيق هذا اللي موجود يعني بالمضبوط 435,482 جميل الى الان متفرج الى اليوم مقارنه بال يعني بعد خلص احنا نعلنها رسميا فيت كان في بعد اي بطوله كاس خليج ورانا بعد ماكو لا مو هذا العدد البطولات الثانيه هذا العدد ما المنافسه تبقى حلوه بالعكس المنافسه إيه؟ هذا مقارنه داود يعني في احصائيه لبطولات اخرى يعني للعدد احصائيات اي انه اليوم يعني لليوم مباراه ال 12 بعد مباريات دوري النصف الموارد البشريه عندنا في البلد تسعفنا بهذا الموضوع لا السعوديه اتصور هم حضور جماهير لا مكان بهذا العدد اللي فرق ابراهيم المباراتين يعني مثلا لما كان بالسعوديه على منتخبه هو زين هنا اللي فارق في انه متواجد في المباراتين طيب زياره انفانتينو لمباراه الافتتاح شنو سالفه البارحه كان عندك تصريح معنا لا مو اول البارحه وكنت قريب انت اكو صار ازدحام ونزلت هو طلب ينزل بالسياره لو انتم قلتوا له خلي ننزل هو طلب يعني تاخرنا احنا بالسياره تقريبا خمس دقائق يعني كنا ديباع انه الطريق مغلق بدي اشوف المدينه امامه يعني فقال انزل نمشي يعني ف بصراحه كانت بداخلي هاي الرغبه وحتى يمكن كابتن عدنان اي يعني قلت له نمشي دباوع لانه مبين الطريق مغلق يعني ف بصراحه الناس استقبلته وهو كان يعني يمشي ويقول هذا الشيء مذهل فاحنا حتى نتعذر منه واحنا نمشي انا قلت له يعني تدري احنا اكثر من 40 سنه فهذا الشيء طبيعي يعني شيء جميل جدا وكذا فكلش مستمتع كان ما اقول لك عدد السلبيات اللي اخذها يعني يوقف هو يوقف احنا كنا يعني نمنع نحاول بس حتى حمايات ماكو لاحظت انا وكابتن عدنان هو بس انت وياك بس يعني هي طبعا حمايات طب اي ما فنزلنا ماكو السيارات بقت هناك فهو هو كان لا ما يعارض اطلاقا وسعيد جدا وبصراحه بعدين عرفت انه هو رجل اصلا رياضي ويحب الماراثون ويمشي مسافات طويله فاعتبرها من ضمن الرياضه وبنفس الوقت يدري مقبوليته ومحبوبيته عند هاي الناس اللي عندها هذا الشغف الكبير في كره القدم فلذلك قرر هذا القرار واحنا مشينا سوا اكثر تقريبا كيلو وين يعني كيلو وين مشيتوا تقريبا كيلو يعني مشي زين شنو قال شنو كان رايه مستمتع بالجمهور من شاف هذا العدد مستمتع وهذا يعني يعني ده يعرف انه هذا الشعب شغوف كره القدم ما قلتوا له ارفع الحظر قلتوا هذا الشعب ما يستاهل يرفع الحظر مشيته بوسط الناس والحظر يعتبر ترى مرفوع حاليا الحظر يعتبر مرفوع احنا كان اكو موافقه يلعبون ببغداد تتذكر يعني لكن هو من يمشي هو شنو الحظر غير قضيه امنيه هو ما هو رئيس الاتحاد مش وسط الجموع الى الملعب وصل حجي هاي لو نريد نرتب لها ترتيب لكن رب العالمين ما ننجح بها مستحيل ما تجيب البنيه بالله ويمشي بالشارع وهذا اعلنوا في قناه الكاس ان هذا الحضور الى الان اعلى حضور جماهيري في بطولات كاس الخليج اي مؤسس جايبين اعلنت انا كما اكيد مو غايب عنك انه الاحتفال مالتنا مال الافتتاح إيه. الافتتاح ايش قال عليه؟ رقم خمسة بالعالم الان الان بالعالم طبعا طبعا للحين 450 رقم الخامس على العالم الاول يعني احب هم لا 450 اكشف لك سر يعني يعني قل حلو 600 عندك اللجنه اللي قبل هذه اللجنه العليا اللي احنا بيها ما يعني كان اكو عمل من الاخ عدنان والاخ المحافظ كان اكو عمل لكن اللجنه المشكله اجتماعاتها صفر
توصياتها صفر، محاضرها صفر، اصلا ما مجتمع. اللي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق الاستاذ مصطفى الكاظمي، اي اجتماع معقدين. لذلك هذه اللجنه من طلبوا من رئيس الوزراء ان يكون هو رئيسها بوقت يعني الاخ وزير الشباب الدكتور المبرقع حفظهم جميعا، من طلب منه قال له انا ما عندي وقت، لانه شنو يلاحظ انه اللجنه اللي قبلها ما مجتمع ولا اجتماع، هذا كله جهد 60 يوم يعني. ولو كان هذا على لسان نقول لك يعني لسان الاخ عدنان درجال، لو كان اكو اكثر بعد عندنا شهر اخر كان شفت افتتاح مغاير تماما يعني بعد هذا خلال شهرين. يعني هذا اللي في شهرين. هو هذا كل العمل مال اللجنه التخصيصات وبدت تتعاقد وكذا كله شهرين. يعني احنا اجتمعنا اول اجتماع قلنا عندنا 60 يوم نكون او لا نكون، صراع مع الزمن. نعم. شنو اللي كان على حفل الافتتاح؟ كثير كانوا متخوفين بالبدايه وكذا، لكن انا تتواضع عندي يعني انه احنا رايحين الى قصه نجاح كبيره. فانتينو اعطيني رايه بحفل الافتتاح. مستمتع جدا ترى، ما يرادلها يعني. يعني شرحت له انت اللي خلي انت اللي خلي انت شفت الناس اللي طبعا هو طبعا ترى بالمناسبه هو يفهم عربي اصلا. اصلا بالطريق احنا مارين مر عليه جبريل الرجوب ومرت عليه سيارة، من دخلنا قال له تصعد، صار اكو مجال دخلت سيارة، قال لا اكمل مشي. اذا كان مستمتع. الجبريل رجوب مرة سلام عليه قال له كيفك؟ مو يحكي هو زوجته اللبنانية يتكلم عربي. يتكلم عربي. هو التحدي التحدي الاكبر والاكثر كان هو الامني. هذه اكثر وحدة حطت مؤشر على انه الامن ورئيس التحدي هو اللي يمشي. فهو هو هاي 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 اذا نريد احنا نرفع نقول انه خلص منتخبات تلعب على ارضنا ندزلهم الفيديو مال المشي مال انا سئلت هذا رئيس الاتحاد الدولي يمشي. انا سئلت هذا السؤال قلت هو مشيته كافي، هو دخل بوسط الجموع ويوقف وياخذ سلفيات ويعني ومستمتع جدا. راح يجي حفل الختام يحضر؟ ما اعتقد يعني يعني بس اكو مفاجات حلوه بحفل الختام. حلوه لا تحرق المفاجات. افتتاح واختتام لا ماكو حرق. افتتاح واختتام مبهر ومبهج والعراقيين يستحقون وهذا قدرهم الكبير يعني بصراحه. استاذ اياد عندكم مسؤوليه كبيره الحين، ترى رفعتوا سقف الطموح بالنسبه للوسط الرياضي عندكم عاده. طبعا لانه بالمناسبه احنا مو اخذنا احنا من احنا الان تسلقنا مثل ما يقولون، فالنجاح هو ترى ان تنجح وكذا بيها شويه سهوله وكذا. الصعب الصعب ان تحافظ على النجاح. لذلك انا دائما اقول انا يعني يدرون الاخوان ماسك اكثر من ملف يعتبروه تركه ثقيله، سواء اذا كان بالنادي واذا كان بالتطبيعيه. هواي تعكزون على التركه الثقيله، يقولون هذا من باب الشيء ذكره انه التركه ثقيله ما قدرنا كذا. انا اعتقد اللي يتحدث عن التركه الثقيله الانسان الفاشل، لانه التركه الثقيله مدعاة للنجاح. انت لما تجي على ملف تركه ثقيله مجرد ما تحدث فيه تغيير راح يبين. انا شاهد حبيبي انت. اقول لك شلون شاهد، ولا هو ضرني القرار بس كنادي السكن. كان عندنا دوري ممتاز و100 وشويه دوري 365 نادي درجه اولى. ماكو لا ثانيه ولا ثالثه. بوقتها صار ضغط عليهم، انا واحد من الناس حقيقه واحكيها للامانه. صحيح. حتى طلعت بالتلفزيون وتكلمت، لكن من صار اكو دوري درجه اولى هاي كلها اسسته التطبيعيه، صار ثانيه منتظم، والان حتى الثالثه راح يصير دوري عام. هذه كلها الاساس. ولا قبل شنو 100 يعني احنا مسكنا هذا الملف. العفو حاج، انت هسه ذكر الذار اول واخر مره هنا مدرب كابتن عماد مدرب منتخب شباب، دور الناشئين ينقل تلفزيونيا. يعني عندك رؤيه واضحه، دور الشباب ينقل، دور الرديف ينقل. حجي هذه كانت تركه ثقيله، لكن لكن انا اجي واقول انا عندي تركه ثقيله واخلي ايدي على خدي، هذا الفاشل بصراحه اللي يسمع. والله لقيت ظلم من عندك ذاك اليوم بالسياره بعد الدعم اللي جاء تقريبا ب مليونين او ثلاث ما ادري، لقيتها انا وبالسياره يعني عشان انا مسكت التطبيعيه، ولو هذا مو حديثنا ومن المعيبة أن نتحدث واحد عن تجربته. التجربة هي تتحدث عن نفسها. ولم أستلم فلسا واحدة من الدولة على مدى سنتين. حققت عضدت موارد الاتحاد، حصلت 600,000 دولار من شركة زين، وال400,000 دولار اللي طبعا هذا اللي قام به كل شركة تسويق هي شركة برو. شركة برو ما راح حولها فلس، لكن خطية جوبهت وحاولوا ان يجبنوها انه ما تقدم لنا بعد شيء وخذ. يعني جوبها تدري من الاعلام سوء فهم صار واكو لا متعمد. قدمت لنا عرض انه زين تعطينا 600,000 دولار، انا استلمت
دفعتين على 200 200، والاخ عدنان وراي اجى الاتحاد يسلم 200 الثالثه، ف 600 ألف دولار. وهي زين بكل شفافيه بدورها تنطي الامبرو الانجليزيه 400 ألف دولار. امبرو الانجليزيه انطتني بمليون و400 تجهيزات، بمليون و400 تجهيزات بس تجهيزات لمده سنه تكلف الاتحاد 900 ألف دولار الى مليون دولار. فمشيت حالي بهالسنتين بهذه الـ بهذا التسويق وبهذه الرعايات. ولم استلم فلسا واحدا من الدوله. اسماعيل تكلم كلام انه قال بعد البطوله هاي سقف الطموحات صعدت عند الرياضيين. انا يعني من هذا الباب اقول لك انه سقف الطموحات انه احنا مو من هذه البطوله، احنا سقف الطموحات عاليه جدا عندنا، واحنا نعرف شنو نريد من سنوات، لكن احنا ما واجهنا المسؤول اللي نحكي له وينفذ ما نريد. فتشوف اليوم من وصلنا لهذه البطولة وشفنا هذه البطولة وشفنا هذا القبول الجماهيري وشفنا هذا وشفنا هاي الرؤية عند الإنسان المسؤول، إذا كان على مستوى رئيس اتحاد أو على مستوى رئيس وزراء اللي هي أعلى سلطة بالبلد إنه مهتم بهذا الشيء، أو مستشارين رئيس وزراء. إحنا هسه بهذه الحالة إحنا فرحين جدا بهذا القبول. ليش؟ لأن هو هذا طموحنا انه نوصل وتتطور كرة القدم العراقية، ويصير عندنا ملاعب، ويصير عندنا دوري محترفين، ويصير عندنا دوري للفئات العمرية، ونجيب محترفين على مستوى عالي، ونأسس لجان تحكيمية على مستوى عالي لان هي ايضا مهمة بتطوير كرة القدم، ونأسس ناس مسؤولين واداريين، ادارة القوانين والقانون اللي يتكلم عليه، القانون الرياضة الموحد. شوف القانون، شوف القانون. انا هسه مدرب لكن اعرف انه الانسان المستثمر ما يجي يستثمر بالعراق لان ماكو قانون يحميه، لكن من الممكن انه يروح يستثمر في لبنان لان لبنان عندها قانون رياضي مهم جدا. كل دول الجوار لعملية الاستثمار، يعني انا تاجر اروح استثمر بلبنان وما اجي استثمر بالعراق لان ماكو قانون يحميني او ماكو فد مبدا يخليني انه اني استفاد. اي تاجر او اي انسان عنده اموال كابتن يجي يريد، اكو اتحادات تدفع للدوله، الاتحاد الايراني يدفع 10 مليون دولار للدوله هو نعم مستثمر وكذا، الاتحاد المصري ياخذ صفر من الدوله، يعني تقول له ايش قد ايرادك الدوله، يقول لك صفر ما عندي. هو عمليه اكو استثمار وتسويق. النقاط المهمه انه اتكلم الحجي بموضوع مهم، قال احنا عملنا شهرين وصلنا لهذه المرحلة، يعني اذا احنا في كل المراحل في كل السنين اللي مرينا بها نحكي ونرجع لي ورا، ماكو انسان حتى يعمل حتى اكون منصف، يعني شهرين فيما يخص البطولة يعني، صح. اما يخص البطولة. اما البنى التحتية كان شغالين عليها، اوكي بس واللي شايف ملعب الميناء قبل 6 أشهر ما يشوف يعني يذهل عندما ما يشوف عندنا بطء بالعمل كله. نعم زين يعني عماد، هذا اللي انا بوقف عليه، لربما احيانا تجيك شيء من الحماس، حماس وليد لحظه، من بعد هذا ما تنتهي ترجع انت الى النقطه الاولى، يخف ذاك الحماس لعدم وجود هدف واضح بالنسبه لك يعني مستقبلا. الهدف الواضح اللي خلاكم تعملوا بالشكل القوي الشهرين في 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 موعد محدد، لابد استنزاف القدرات، هذا الهدف المحدد يعطيك قدره على انك انت تمشي. يعني هو اللجنه العليا تقريبا الدوله كلها ممثله بهذه اللجنه، يعني وزاره النفط، وزاره النقل، وزاره الداخل، يعني الداخليه، وزارات سانده هذه، والمؤسسات الاخرى السانده، شو اسمه النقل، الطيران، السكك، نعم هو بالنقل كلها، بالنقل وزارة، فكلها ممثلة بها. بعضهم يعني تدري مو رياضيين، هو جاي جهة ساندة، أيوة كانوا مرعوبين، قالوا يعني احنا ايش راح يكون وجهنا امام رئيس الوزراء اذا ما نجحنا بهذا العمل، ايش راح نقول، ايش راح نقول امام مسؤوليننا، يعني كانوا متخوفين فترة قصيرة. اتمنى حجي اتمنى انه تفعل اللجان طبعا من بعد البطولة هي لعمل الملاعب الباقية ولعمل المنشآت الباقية، وهذه اللجان يجب ان ايضا تحاسب على عملها، يعني مو مثلا انا اسوي لجنه واتركها سنتين وهي ما عامله وساكت عنها، لا، لازم كل شهر كل شهرين اجي اقعد مع اللجنه، انطوني شنو انتجتوا، وهو هذا ايضا راح يفعل الدور، هذا موجود يعني على مستوى الدوله، اي دور الرقابه على مستوى الدوله، يعني مثلا اتحدث لك مثلا احنا كمكتب رئيس الوزراء، في حتى مو بس المستشارين الرياضيين، باقي المستشارين
اكو استمارة تقييم وعملهم وش مقدم وش مبادر كله موجود. يعني لا حج احنا زلنا احنا كمواطنين عراقيين يعني نعم صار لنا 20 سنة احنا نسمع نعم مثلا اكو هنا انت اكو هنا انت تدريش اللي فرحك تدريش اللي فرحك ايه؟ انت اللي فرحك انت كرياضي كعماد محمد ما حفظ اللقب وانت نجمنا واللي طالما افرحت شعبنا انت رئيس الوزراء مشاهد لعباتك هسه بتقعد يمه هو رياضي لا حجي انا لعباتك ومشجعك وكذا حجي حجي انا رئيس الوزراء قبل ما اصير رئيس وزراء ايه ايه ام يكتب لي بالجيت مالتي نعم فهذا الشيء سهل عليك سهل علينا وينزل وينزل بصفحته عني يعني بالذات اكو مساله مهمه استاذ اياد انت الحين ذكرت وانا بيشاركني فيد يعني ذكرت نقطة مهمة أوكي الرياضي المسؤول عن القطاع الرياضي تحرك لكن أنت لما تي مثلا في بطولات تحتاج أنت على مستوى البنى التحتية يعني بتلاقي وزير آخر نعم. فهل هذا كنت ذكرت نقطة مهمة قال هذاك خايف إذا أنا لما بتي ما بي على منشأة رياضية لا اللجنة خايف اللجنة أنه ما تنجح 60 يوم شنو بطولة خليج و60 يوم تخصيص ما كان بصراحة أقول لك إياها من أول جلسة كتبنا رئيس الوزراء وتحدث مع الوزير الشباب من اول جلسه يعني ثاني جلسه لرئاسه الوزراء خصص اموال اللي راح تصرف للبطوله يعني وبدون اي تردد نعم اللجنه السابقه شلون تسوي؟ ما جلسه ولا جلسه واحده يعني اوكي يعني اوكي كانوا هم على الورق بس يعني حتى على الورق ما كان حتى اي ورقه ماكو يعني هسه احنا هذا الدليل على انهم يبين ينجحون البطوله باي طريقه لا معناه يعني انا اقول شوف ما اكو حديث يعني للحبيب المصطفى صلوات الله عليه وعلى اقول ما ضعف البدن عما قويت عليه النيه بالضبط انت اذا عندك نيه بالضبط. الانسان اللي عنده همه وعنده ثقه باللي معاه ثقه نعم ثقه باللي معاه وثقه بنفسه وانت بعد شنو اكثر من انا صرحت لي اكثر من مره قلت اذا فشلنا فنحن غير معذورين لأنه لم نطلب شيئا من رئيس الوزراء إلا ونفذ بالسرعة الفائقة يعني بس وقت قصير وهذا الكلام بعد ذلك وقت قصير وإنجز نعم. شيء كبير إنه النجاح بهاي البطولة راح يسهل عليكم أمور اللي تريدوها من إذا كان موضوع تشريعي أو من مجلس الوزراء لأنه أثبتوا إنه هاي البطولة نجحت ما معناته شلون واحد يدخل مشروع تجاري يذب مبلغ ويحس بنفسه نجح بهذا المشروع وفعلا الفلوس راحت بمكانها الآن في أي مكان تروحون مجلس وزراء تقدمون قانون الموحد للبرلمان لأنه يعني موضوع الرياضة بالنسبة للبرلمان تابعت يعني قبل فترة شرع قانون الأولمبية وهو منقوص وقانون الاتحادات وقانون الأندية 3 مرات يوصل للتصويت وبيوم اللي يصير تصويت على قانون يطلعون البرلمان يعني الآن صارت غطاء برلماني صارت مسؤولية كلها راح تكون ضمن قانون واحد حتى أنت ذكرت وأنت رجل تفهم بالقانون صح. ما يصير لأنه هذا القانون من يختلف مع هذا القانون يتساقط كل القوانين كقطع الدومينو تشيل منه يعني قطعة يعني يتساقط لازم يكتب في بفلسفة واحدة ولازم يستبطن الاستثمار في داخل القرن ماكو حتى تكون قوانين داعمة مثل ما ذكر الكابتن عماد يعني أنتوا أستاذ زياد تلعبوا تحت الضغط نعم أشوف أنتوا تلعبوا تحت الضغط من نحط لكم بطولة أيضا كذا كان أشوف أني تطمعوا في بطولة كبطولة مثلا كاس العرب او من البطولات المهمه عشان تنحطوا تحت الضغط وتشتغلوا يعني صح ولا هو طبعا الملاعب يعني لا لا صح صح الملاعب اي صار صح اي مع هذه البطوله صار هذا الشيء وهذا يعني اللي صار حتى مع فهد انتم معاكم صارت في كاس العالم لما خططوا لكاس العالم كانت الدوله تخطط لبنى تحتيه استغلت تواجد هدف كاس العالم طبعا هو يفترض يفترض هو من العفو اسف لا استرد يفترض هي من ضمن يعني الإنجازات اللي يصير يعني أو الأهداف البطولة أي بطولة إنها تبنى المدن بها يعني الرؤية تمام تبنى المدن يعني يعني إحنا ما كان أكون كظاهر وقت بس يعني كان قبل ما يصير التخصيص كان أكون بترودولار للمحافظة يعني كنا أتمنى يكون أفضل الحال يعني إن شاء الله إن المفروض بطولة الخليج لو كانت الأمور يعني كان يعني كان أكو رعاية من الأول للجنة السابقة وكذا المفروض البصرة شكلها مغاير طرقها طبعاً. البنى التحتيه البيئه موجوده لكن لها الحمد يعني البدايه احسن البدايه حتى نكون واقعيين يعني احنا بس ما يعني ما نكشف سر عندما نقول انه هذه قصه نجاح يعني قصه نجاح يتعلم منها السياسيون صراحه انه الرياضيين خليه على السياسي ما بيها شيء صراحه اقول لك يعني انا رجل سياسي فسياسي ورياضي يعني ما يعني منصب رياضي هو سياسي لكن ما انتبه حاليا لاي حزب بس اني اقول سياسي إيه لا مو
ف لاول مره تصير عندنا من 2003 قصه نجاح. عندنا الدستور صحيح وهم بيه اشكالات وناس يعني اكو بعض المواد تغييرها، لكن قصه نجاح كامله يعني بصراحه صنعها الرياضيون. طيب استاذ يعني بس اعقب على شغله، من الممكن انه ان انت اي شخص عراقي خليه ينتمي لاي حزب بس العمل مالته يكون وطني. لا لا ما مختلفين ترى بالمناسبه لا انا يعني بس هذا مو هذا الموضوع على مو شنو على مود. احنا يعني تعرف كل العالم اكو احزاب كابتن واكو انتماءات كابتن، بس احنا اهم شيء لا يوجد انت انسان وطني، لا توجد عملك وطني، لا يوجد حياه سياسيه بدون احزاب. هذه ترى نظره مغلوطه وبها قصور عنده، بس احنا نحكي باي ذا واي. انا قلت لك يعني قصور بها، ماكو دوله ما بها احزاب، واليوم خاصه احنا عندنا كيانات ووجودات ومكونات. هذا مش مو يعني معناته لا ما لها علاقه، لا اصلا يتداعى النظام السياسي معه. بس هو الانسان اهم شيء عمله يكون وطني، هذا كل شيء. أكيد. بس انا اقول هاي صار مرتين. شوف انت جيلك وحدت العراقيين ب 2007 وجمعتهم على كلمه سواء الرياضه هي صح. اليوم مره اخرى يعني بطوله الخليج انتم كرياضيين يعني بصراحه وحدتم العراق وصنعتم قصه نجاح يعني مذهل. وانت ويانا زين حبيبي ابويا حجي ابراهيم سالم غادي ينام. لا ما سولفت لين مستمتع بيه. لا يلا انا اسف جزانا ما خليت. لا مو انت انت جايبينك تجاوب بالعكس. لا بس اكو شيء حجي ها مي تعال جيبوا لنا مي. تعال جيبوا لنا مي وين قاعد؟ اما طعام وراسي صار رجع. شوف حجي يمكن الكابتن عماد يتكلم عن جوانب، لكن احنا انا الاوان في بغداد انا اتكلم. اذا نريد نستضيف البصره وكل محافظاتنا في كل الملاعب، شباب عندنا ملاعب على مستوى عالي، كربلاء، النجف، البصره، زاخد، هوك، يعني هاي الملاعب كلها عندنا. لكن ميسان. الكوت يعني هذه ما عدتها في كركوك حاليا الحمد لله وشكر. لكن حجي عندنا ملعب التاجيات والملعب المهدات من السعوديه اللي سمعنا عليه. انا الاوان انه بغداد ال 30 الف متفرج ما تكفي، سبب احراج للاتحاد، سبب احراج يعني الطرفين اذا اراد الجويه والزوراء او الشرطه. ملعب التاجيات وانا اريد اسال على انا اريد اسال انا هسه المذيع مو انت اتفضل. انا اريد اسال انه ليش التوقف فيه مثلا، وانا اعرف انت عندك الجواب، لانه ما ممكن انه انت تشوف ملعب التاجيات او الملعب المهدى اللي صار له يمكن ثلاث سنوات اربع سنوات. هو بعض المواقع او الملاعب اكو تلكؤ من الشركات المسنود لها العمل، واكو بعض الملاعب ما فيها ملعب الشرطه هذا من دخل داعش توقفت جميع المشاريع. اعرف ومو بسبب الشركه مثلا كان يكون اي ف رايح راح الى جهه اخرى والمبلغ المرصود ذهب الى جهه ذهب الى جهه اخرى. اليوم هسه بالنسبه للشرطه انحلت مشكلتها الحمد لله، لكن بعض الملاعب الشركات متلكئه. احنا اليوم امام وزير شجاع ترى ومستعد ينهي العمل يعني يسند الى شركه اخرى ان شاء الله. يعني انا اعتقد انه ماكو انسان ما يريد ينجح، وهذه مقدمات نجاح اذا ان شاء الله اذا ما وفق، وان شاء الله الله يوفقه. طيب. واحنا كنا نسانده ان شاء الله ان شاء الله. استاذ اياد يعني نستغل وجودك انت بقرب رئيس الوزراء. ملعب التاجيات هو اللي نعرفه 100,000 يعني اذا في وبي حجر اساس، فاذا يعني 30 او 20% او 30% نعم. نسبه الانجاز بي انا طبعا على الطريق هو من اروح اشوفه انقهر بصراحه. موقع ممتاز، لان موقع اولا ممتاز. نعم. وصار له يمكن 8 سنوات واكثر مهمل، يعني يمكن راح يندثر. يمكن هذا تعرف انت، يمكن المهندسين اذا يعرفون يعني المهندسين يعرفون شنو راح اتكلم به. يعني الحديد راح يتاكل يعني هو اكو تاكله الاساسات. هو انا قلت لك نفس الجواب، لكن احب اعرج على مساله. استاذ اياد بس انت قربك من رئيس الوزراء تنقل له تقول له بغداد محتاجه لملعب 150,000، خلينا نسوي ملعب 150,000. هذا كلام خيال. ليش؟ ما نقدر 120,000 وبعد ملاعب 150,000 يشال عب ازاد. اسمح لي. 100,000 صعبه. 100,000 شوف وين بيلج قد كان. 100,000 صعبه. كان 100 هسه صار 60. ترى لا هسه اقل بعد هذه 80 بس اخدمك 80 هو هذا ترى من السهل وشاطرون الاخوه هم عندهم بناها تحتيه متكامله اللي راح اقوله انا متاكد يوافقون الراي بي. من السهوله بمكان ان تجمع الاموال وتبني المنشات العملاقه. وين الصعوبه؟ صعوبه تكمن في ادارتها. بالضبط اداره ليس بشيء سهل. انت ملعب 100,000 متفرج
يعني بصراحة صعب إدارته. أقول لك إياها، يعني يراد لك ملاكات ويراد لك إدارة. عبد مو مية؟ لا نلعب أزادي اللي بطهران. إيه أعرف، أقول لك بعد الناس غادرت هاي الملاعب. يبنون ملعب مية؟ يبنون ملاعب 60 أقصى شيء، تمام لو 60 65 بجد النخلة، وهو ملعب ضخم ويستوعب. أما أنت ترى بالعراق هسه يبنون لك أبو 500 ترسو ترى، مو عبالي بس شلون الديرة؟ وبس تشغيل الملعب حاليا الملاعب الحديثة شلون ينبني حتى ياخذ أكثر من 100؟ ترى صعب يعني كمساحة. نعم كم طابق يسوون يقابل يصعدون على 6 طوابق؟ صعبة أكثر من 100 صعبة. بعد مدى الرؤية أكثر ملعب 110 هو الازادي 100. نسمع تجربتهم، نسمع تجربتهم. الحين تشغيل الملاعب الكبيره الحديثه لما تسوي ملعب كبير على المباراه الواحده راح تكلفك بما يقل عن 150,000. هذا سبب رئيسي، هذا شيء كبير انك على الملعب الواحد هالتكلفه. انا اقول على بعض الملاعب اللي عندنا يعني تكلفك هذا اقل شيء 150,000 دولار. 150,000 ريال هاي تكلفك على تشغيل مباراه واحده 90 دقيقه. فانت تتكلم على مثلا ملاعب 100,000 متفرج، 80,000 متفرج، إذا بتشغلها مثلا كم ساعة في اليوم؟ شغلها مثلا كم مباراة في اليوم؟ فهذا بتكلف. حتى مجال المجال الدولة راح تدفع واجد على الملاعب الكبيرة. احنا فتح وهذه الرؤية. احنا رؤية قطر مثلا، احنا رؤية قطر 2030 جت معاها استضافة بطولة كأس العالم، جت استضافة كأس العالم للأندية، هذه وفرت لنا أشياء كثيرة. يعني العالم يقول قطر قاعد تدفع حق كأس العالم، لا لا لا، احنا فكرنا في البنية مع الاستضافة. للحين شغالين المسؤولين عندنا في البنية التحتية في مدن جديدة، ففي في شغل جبار من المسؤولين، لان عندنا قائد وقاعد يدير المجموعة بشكل كبير. فهذا الشيء وفر علينا وسهل علينا اشياء كثيرة. احنا كل بين فترة قاعد نكتشف شيء جديد عندنا في الدوحة، لان الاستراتيجية اللي ماشيين عليها والجدولة اللي مسوينها لإنشاء المدن المباني الأمور هذه كلها الحمد لله. يعني شوف الحين التطور اللي عندنا. أنتم وبدون مجاملة مثال يحتذى. أنا أعبر عن قطر دائما، عن الدوحة أو قطر أقول عاصمة كونية للرياضة بصراحة. أنا بس هذا شيء نخليه باختصار لأن الوقت ما عندي. لا بس يعني تعقيب مع كلام الكابتن فهيد الحين اللي قاله، أنا حضرت ما كان مالرت لما كانت بداية الملاعب تنحط هناك اللي هو 9-7-4. فقلت لهم ليش هذا الملعب؟ ها؟ كنتينر. قلت لهم ليش بينشال؟ لان تكلموا عن نقطه مهمه، قال جدواه ما بعد كاس العالم. لا دراسه جدوى لازم، دراسه جدوى. طيب اللاعب علي فندي بعث برساله يقول في احد الايام كنت لاعب للشرطه. علي فندي لاعب للشرطه طبعا. طلبوا من عندي كتاب الاستغناء، واداره الشرطه ارادت بدل مقابل يعني انه يدفع. فلما عرف الحاج هذا بن ايان اني ابن شهيد منحني الاستغناء واعطاني كفه عقدي. موقف ابوي لن انساه وامي دائما تدعي له. احنا طبعا لان احنا حتى هاي قعدتنا بفضل شهدائنا يعني بصراحه. فهو انا اتذكر عن حادث بن شهيد علي فندي كان معار فتره السليمانيه، اتذكر كل اللاعبين اللي كان هاي 2012. انا احب هاي الاعمال الانسانيه جدا. انا خنقت العمره بس بعد. شكرا شكرا لك استاذ اياد بن ايان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضه، شرفني اليوم. ارجو ان كنت خفيف الظل عليكم ان شاء الله. بعد اسئله طلعت لنا اسئله وهذا ولكن بعد باش كاتب اسئله ورقه خلص الوقت ساعه ونص راح الوقت الحين. شكرا كابتن سلام. شكرا كابتن ابراهيم. شكرا كابتن عماد. شكرا كابتن فيت. كابتن اسماعيل شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا، نلتقيكم ان شاء الله باكر على الساعه 11 ان شاء الله.